النهارده الاهلي كمان طلب من اتحاد الكره في بيان رسمي 3 استفسارات في ازمه ملعب نهائي دوري الابطال. حضرتك اكيد وصل لك هذا الامر او شفت هذا البيان وهتحب اقوله لك. لا انا معاك، انا قريته طبعا. مره ثانيه باكد ان الاتحاد المصري لكره القدم بيكن كل تقدير وكل هو معانا على الشاشه، بس عشان اقول لحضرتك وانت بتتكلم اتفضل يا فندم. تمام موجود قدام. كل التقدير وكل احترام طبعا لكيان كبير بقيمه النادي الاهلي، مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لما بنكن كل تقدير واحترام لكل الانديه المصريه وبنعمل يعني على مسافه واحده من الجميع. لكن زي ما قلنا ان هناك لجنه مشكله من قبل وزاره الشباب والرياضه لبحث الامر وبحث المتسبب فيما آلت اليه مباراه الاهلي والوداد، واتحاد الكره لن يتستر على اي متسبب في هذا الامر. اللي هتاخد بالتحقيقات على طول هنوليه اهتمام كبير جدا وهنعلن عنه وهنعلن عن المتسبب من خلال لجنه محايده شكلها مع وزير الشباب والرياضه. واحنا مع النادي الاهلي في اي مطالبات بيطلبها مش هنتاخر على النادي الاهلي زي مش هنتاخر على اي نادي ثاني. انا بقول لحضرتك احنا لما استلمنا ربما هذا الامر زي ما قلت لك ما شفناهوش، لكن احنا عملنا شيء جديد جدا. بدانا من شويه ان احنا بنبتدي كل المخاطبات والمكاتبات اللي بترد الاتحاد المصري لكره القدم بيكون عندنا علم بيها كلها عشان نقدر نتعامل مع كل الامور بشفافيه. عارف بقى عارف 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 يا استاذ ايهاب، دلوقتي لفت نظري لحاجه مهمه جدا بين السطور، يعني انه ممكن يكون الخطا خطا عندنا قصد، خطا بنوايا غير لا قدر الله سيئه ولا ده حاجه. أكيد. طيب ده هل أكيد. هل هناك ما يمنع ان احنا نطلع كاتحاد كوره ونقول نعتذر ان احنا ما خدناش بالنا، ما شفناش، ما تابعناش، ما رجعناش عندنا قصد بكل وضوح وبساطه ونخلص الحكايه دي؟ الاعتذار دائما من شان الكبار، وانا زي ما بقول لحضرتك حينما تنتهي لجنه التحقيق وتدين من تدينه هنخرج ونعلن ذلك ونعلن اعتذارنا للجميع، لان احنا زي ما بقول لك الاهلي لما بيفرح ما بيفرحش جمهوره فقط، لا ده بيفرح مصر كلها لما بيحصل على بطوله قاريه، زي المنتخب لما دموع الشعب كلها بتكون حواليه، كلنا بنكون مع الاهلي سواء كانوا مشجعين اهلي او غير مشجعين اهلي، زي ما بنكون مع الزمالك، زي ما بنكون مع المصري، زي ما بنكون مع بيراميدز، مع اي نادي بيمثلنا دوليا. احنا اتحاد الكوره هو بيت لكل الانديه المصريه، وكل الانديه المصريه علاقتنا بها طيبه وعلى قدر كبير جدا من الاحترام المتبادل. وانا ضربت مثال وقلت لما احنا قلنا ان الانديه عليها ديون خاصه بالاتحاد، اول من بادر وجاء الى الاتحاد المصري لكره القدم لتسويه هذه الديون كان النادي الاهلي ممثلا في معالي الوزير السابق للشباب والرياضه السيد العام فاروق، اللي بحييه وبشكره مره واثنين، وقال نشوف علينا ايه ونشوف لنا ايه واحنا مستعدين، وضرب القدوه في ذلك. فدايما زي ما بنقول ان الاهلي مدرسه كبيره لها كل التقدير وكل الاحترام، واي نادي موجود احنا داعمين له وبقوه خلال تواجده في اي محفل دولي، ده امر مطلوب. ولو صدر مننا اي شيء خطا فاحنا طبعا عمرنا ما هيكون عن قصد، مستحيل يكون عن قصد، لان احنا الاهلي بيفرحنا والزمالك بيفرحنا، لازم كلنا نكون خلف انديتنا في كل المحافل الدوليه، واكيد لو كده هنعتذر، وما في الاعتذار زي ما قلت لك من شامل كده. هل ما قيل عن وجود خطاب امبارح في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره طلب منكم كاعضاء مجلس اداره ان انتم توقعوا عليه بتاريخ قديم بخصوص هذا الامر، امر صحيح ولا امر خاطئ؟ انا منذ قليل يعني شفت بعض المستندات اللي نشرها الزميل ابراهيم فايق، كنت في مداخله ايضا مع الاستاذ الاعلامي خير رمضان، وقلت له ان ده ما حصلش. يعني انا شخصيا حتى الورق اللي عرضه الزميل ابراهيم فايق ما كانش عليه بعض الامضاءات، فانا ما شفتش ده. ولكن احنا في الاجتماع بتاع امس اقسم لك بالله ما اتعرض علينا اي شيء من هذا القبيل مطلقا مطلقا مطلقا، بدليل ان الحاج محمد ابو الوفا العضو المحترم يعني كما جاء في الصوره اللي كانت على الشاشه ماضي على هذا الاجتماع، وهو ما كانش معانا في الاجتماع لانه كان في سوهاج، واخبر بما يتم اتخاذه او مناقشته من خلال التليفون، وكان موجود معانا والكابتن حازم من خلال التليفون. وبالتالي يعني اللي اتقال اللي ده اتعرض علينا اول امبارح حصلش بالمره اطلاقا، بدليل انا قلت لك ان في امضه الحاج محمد ابو لافه، والحاج محمد كان في سوهاج وما كانش موجود معانا في القعده، لكن اخبر بها تليفونيا. ده رد بسيط جدا على هذا الكلام. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي والمدير الفني القادم لاتحاد الكره، هل في حسم في هذا الامر؟ هل في اسماء مرشحه على الاقل؟ بكل تاكيد يعني هيبقى عندنا قعده بكره ان شاء الله ومستمره بعد بكره الثلاث، كابتن حازم
كابتن بركات موجود في كوريا مع الاستاذ خالد الدرندلي، لكن احنا موجودين في الاتحاد، كابتن حازم وكابتن بركات عندهم العديد من السير، واعتقد ان هم خلاص شبه اجمعوا على عدد معين هيتم عرضه على مجلس الاداره، وبرضه هيتم اختيار واحد من اللي هيقدمه كابتن حازم وكابتن بركات، وان شاء الله باذن الله ده هنعلنه الخميس القادم ان شاء الله، سواء كان مدير فني للاتحاد، ربما يكون مدير فني للمنتخب الاولمبي يعلن او يتم تاخيره قليلا. برضه عاوز ابين ان التصفيات الاوليه للاولمبياد احنا مش مشاركين فيها، اول مشاركه هتكون مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله باذن الله. فبرضه ممكن المنتخب الاولمبي لو الكابتن حازم راى فنيا اللي هو ضروره اعلانه هيعلن عنه الخميس القادم او ارجاعه، لكن المدير الفني للاتحاد هيكون موجود ان شاء الله في امور اخرى كثيره جدا، هيكله داخل الاتحاد المصري لكره القدم، تطوير في قطاعات عديده ان شاء الله باذن الله. زي ما انا بقول لكم دايما يعني احنا لسه جايين بقى لنا 3 4 شهور، الحرب شرسه جدا للاسف الشديد، ممن سبقونا اللي احنا دايما كنا بنتكلم بكل احترام، لكن للاسف يعني انا سؤال بسيط جدا، ماذا قدمتم للكره المصريه خلال الفتره السابقه؟ اتركوا من يعمل ليعمل في صمت ولو لمده قصيره، ثم لنعمل مقارنه ما بيننا وما بين ما تم خلال الفتره. بص يا دكتور، انا كنت لسه هكتب معاك هذه المداخله المحترمه جدا، بس موضوع الحرب الشرسه، ما هو اصل احنا يعني كلنا بنبقى غيرين على الكوره وغيرين على اللي بيحصل، وفاهمين ان انتوا لسه يعني الفتره قليله جدا، بس عارف غضبنا احيانا يا دكتور ايهاب ربما تكون غضب منطقي يعني. بكل تاكيد يعني انا خرجت يوم الخميس واعتذرت للشعب المصري باكمله، اعتذرت، مش ما اعتذرتش عن النتيجه، اعتذرت عن سوء الاداء. انت راجل في مجال الرياضه زميل عزيز وعارف يا كريم ان الكره مكسب وخساره، لكن لما يكون في اداء مشرف وفي اصرار وفي تحدي وفي ان انت بتقاتل عشان التيشيرت اللي انت لابسه اللي هو بيحمل على مصر، في الحاله دي لازم ارفع لك القبعه لو خسرت، اقول لك شكرا عملت كل اللي عليك، لكن ما النهارده كنت يعني ايه رضت ربنا. فكان اعتذاري عن سوء الاداء اللي ترتب بتعليق النتيجه، ده لازم ما نقدرش، والا يبقى يعني انا بقول ايه، لازم الحاجه واضحه وضوح الشمس امام الناس كلها، اطلع انا خالف يبقى انا غلطان، ما ينفعش في حاله ما يجب تقديم اعتذار لازم تكون شجاع وتقول للناس ايوه احنا اسفين اللي حصل ده، ما ينفعش ولا حصل فيه تقصير كبير جدا، ولازم نقعد مع الجهاز ولازم نقعد مع الاستاذ جمال علام، قعد مع الجهاز وقعد مع اللاعبين قبل ما يسافروا كوريا، وتعهد الجميع ان شاء الله على ان تكون رغم الغيابات العديده، رغم الغيابات العديده اللي هتكون موجوده امام منتخب كبير و70 الف متفرج في كوريا، لكن ان شاء الله كل واحد هيلعب في المباراه هيقدم نفسه بصوره جيده جدا، هيقدم منتخب بلاده بما يليق بمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. يعني انا مره ثانيه بعتذر عن مباراه اثيوبيا، وان شاء الله القادم يكون افضل الكره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه